نرجع كذلك المسألة ديال القطاع الخاص، لأن الطامة الكبرى في المغرب خصنا نعرفوا بأنه هو القطاع الخاص. عندنا مشكلة أن 80% ديال العاملين في القطاع الخاص هما في قطاع غير مهيكل، خدامين في في, في الظلام خارج القانون، ماشي هادشي اللي كنهضروا عليه. 5% 2% هما غير معنيين به. هادو ناس خدامين في, في في ظروف ما قبل رأسمالية، مازال خدامين في. ثم خصنا نعرفوا بأن 500,000 اكثر من 500,000 ديال العمال خصهم يعرفوا العمال ديال القطاع الخاص، نقولوها لهم اليوم ما غياخذوش التعويضات العائليه لان ما عندهمش السميك. خصهم يعرفوها، خصهم يعرفوا العمال ديال القطاع الخاص بان فقط اللي عنده السميك هو اللي غيستافد من هادشي. فقط اللي عنده السميك هو اللي غيستافد من الزياده ديال 5% في 5%. ما عندوش السميك وما غيستافدش شي؟ لا، اللي عنده السميك فقط، تكون عندك زياده غير 20 درهم فوق السميك ما غتستافدش من الزياده ديال 5% في 5%. وهذه من بين المطالب اللي طالبنا بها، هو انه يكون انعكاس ديال 5% على حتى اللي عنده فوق من السميك حتى هو يستافد. شي واحد عنده غير 50 درهم زايده صافي ما غيستافدش. بمعنى انه هنا كاين مجموعه ديال الثغرات في هذا الاتفاق اللي الناس خصهم يعرفوها. على كل حال كيبقى في نهايه المطاف راه التقييم كيبقى للطبقه العامله هي اللي تقيم له. اشنو اللي مازال في الحوار الاجتماعي؟ حنا بالنسبه لنا ككونفدراليه مازال 26 ابريل، حنا ما يمكنش نسمحوا في اتفاق ديال 26 ابريل لان فيه تكلم عليه الاستاذ الوافي التوحيد ديال السميك والصمان. واش كتعرفوا اليوم الصماك في المغرب؟ باش المواطنين يعرفوا شنو هو الصماك، هو الحد الادنى للاجر في القطاع الفلاحي. العمال الفلاحيين اليوم كيخدموا ب 1700 درهم. دخلنا عليكم بالله 1700 درهم نعطيوها لاي واحد فينا حنا غيدوز بها شهر بالكرا بالدراري في المدرسه بياكلها ولا شنو يدير بها. 1700 درهم في المغرب اليوم. السميك نفسه ديال القطاع الصناعي وكذا 2500 درهم. واش 2500 درهم عامل في الدار البيضاء ممكن يعيش ب 2500 درهم؟